3176 شخص ما بين أم وطفل استفادوا من هذه الحملة التي استمرت فعاليتها 4 أيام على التوالي بعدد من المراكز الصحية هنا بالعاصمة أنجمينا. فخلال 4 أيام من عمرها وزعت 1200 ناموسية وأكثر من 1000 حقيبة مدرسية. اتضح ذلك خلال المداخلات التي شهدها حفل اختتام أعمال هذه الحملة التي جاءت تحت الرعاية السامية لوزير الصحة العامة وبرئاية كريمة من المجلس الأعلى لشؤون الإسلامية. قد كان لهذا الإعداد النتيجة الطيبة، حيث تم عمل البرنامج بشكل جيد وأدى إلى الغرض المنشود منه، وكانت نتيجة نجاح البرنامج واضحة على وجوه المستفيدين من الأطفال والنساء والأيتام والشيوخ. نائب رئيس المجلس الأعلى لشؤون الإسلامية بتشاد فضيلة الشيخ عبد الدائم عبد الله عثمان قدم كلمة نيابة عن رئيس المجلس، قال فيها إن دولة الكويت قامت بالعديد من الأعمال الإنسانية والخيرية في تشاد، وهذه الحملة تعد واحدة منها. أثر الكويت في بلد تشاد ظاهر، أينما تذهب من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب تجد إما مسجدا وإما بئرا وإما مستوصفا وإما مدرسة وإما كفالة أيتام. وهذه الحملة جاءت في وقتها وفي بداية الخريف، الوقت الذي يكثر فيه البعوض، ومن أولويات سياسة رئيس الجمهورية الأخ إدريس ديبي إتنيو الصحة. بما أن هذه الحملة كانت بمساعدة فاعلة من جمعية طلبة الطب الكويتية، فقد قدمت لهم هدايا رمزية وإفادات شكر وعرفان لمساهمتهم في نجاح الحملة.